السلام عليكم. اليوم نعرفكم بأول محطة لتمويل السيارات بالطاقة الكهربائية، لأنه فيه يعني التوجه تاع الدولة نحو السيارات الكهربائية، وهذه أول محطة لاستعمال الطاقة الكهربائية. وهنا نشاهد المحطة هذه والسيارة، سيارة تابعة لسون الغاز، شركة إنتاج الكهرباء. يعني بدأت كما نقولوا احنا المؤمن بدأ في روحه. إذا نشاهد أن السيارة نتاع شركة إنتاج الكهرباء هي اللي تستعمل الوقود الكهربائي، ونشوفوا هنا نقاط نتاع الاستهلاك نتاع الكهرباء، وكذلك في زوج نقاط لاستهلاك الوقود الكهربائي. السلام عليكم. هو تابع لشركة صون الغاز التي مختصة في إنتاج الكهرباء، وهذا شيء جميل جدا أن يكون فيه يعني قضية تحول طاقوي في الجزائر، أمر مهم جدا. إذن هذه هي أول محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر، أول محطة لتوفير وقود الكهربائي للمركبات. إذن شيء مهم جدا أن تكون فيه هذه الانطلاقة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.